توجيهكم على الحضور، جزاكم الله خير. وحتى اخواني على الزواج والله يكتب لهم ان شاء الله بالنصيب. لا شك الزواج هو نص الدين، يعني واحد يتزوج عشان يكمل دينه، يأسس بيته ويشوف عياله. وأنصح فيها إن شاء الله لأخواننا الشباب يبكرون في الزواج علشان ولده يكون يعني في عمر قريب منه يفهم عليه، يقول إلى كبر ولدك خاوة فيكون خوية. أنا أنصح فيها الشباب المقبلين على الزواج إنهم إن شاء الله إذا هم مقتدرين، والدولة ما وف يعني ما الدولة موفرة لهم كل شيء، يعني قاعات اللي موجودة تلبي احتياجاتهم. أقول نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا ويوفقهم، وأن يرزقنا ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. صالح أخ عزيز غالي، فأبارك له وأتمنى له التوفيق وحياة سعيدة. أما بخصوص الشباب، أتمنى القادر أنه يبادر على العرس، استقرار، سعادة، بناء أسرة. ومن الجميل أنك تبني أسرة وأنت شاب صغير. نسأل الله توفيق الجميع. بارك إن شاء الله للمعرس، الله يبارك له ووفقه في دينه ودنياه، ونرحب بالجميع مرحبا بهم ومسهلا. الله يتمه على خير إن شاء الله، يبارك له ويرزقه الدرية الصالحة إن شاء الله، حفظ كتابه إن شاء الله. النصيحة واضحة اللي وصلنا عليها شيباننا من قبل، وحنا إن شاء الله ماشيين عليها، اللي هو لا تقلون في الموقع أو أولياء الأمور أو كبنات أو كأمهات، لا تقلون في الموقع. والزواج مبكر ينفع به البلاد والعباد، مهما تزوج مبكر بيخاوي ولده. تخيل أنه تزوج يعني في عمره 20 21 22، ما يوصل ل40 لولده كبره خاوي رجال مخاوي رجال. هذا فضل من الله، فيه من هالقطر اللي ماشي على الموال، والله يوفقنا وياه. أول شيء مبارك لصالح محمد النابت على زفافه، الله يرزقه إن شاء الله بذرية صالحة، ومبارك بالحضور والجميع، ونقول مرحبا ومسهلا باللي حضر واللي غاب عذره معه. احب اهني ولد عمي، والله يبني بيته ويوفقه ويرزقه بالذرية الصالحة، واحب ارحب بالضيوف الكرام وارحبكم، وجزاكم الله خير على الحضور، والله يعطيكم العافية. الله يبيض وجه كل اللي جاو، أحب أشكر اللي جاو كلهم، وأشكر سمو الأمير، الأمور كلها طيبة، والله يبيض وجه
الحضور، وانصح اللي ما تزوج يتزوج، كمل نص دينه الله يوفقهم ان شاء الله. ما قصروا قاعة الرفاع، الله يبيض وجيههم يعطيهم العافيه. الموضوع واجد بسيط وسهل وما في اي صعوبه ابدا. أتمنى له إن شاء الله التوفيق إن شاء الله، والله يرزقه إن شاء الله ذرية الصالحة، والفال إن شاء الله لجميع الشباب الذين مقبلين إن شاء الله على الزواج، والأمور إن شاء الله ميسرة وسهلة حتى في حجوزات القاعات، يعني ما تستغرق كلها في خلال ساعات، كل الأمور تترتب وبدون أي تكليف، والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكم وشكرا للجميع إن شاء الله. الله يبارك له هادي بن مبارك المظافر الهادي، الله يبارك له. وننصح الشباب بالزواج، وإن شاء الله الله يسهل لجميع الأمور. ونشكر قناة الريان. تشرفت في دعوة لحضور هذا الحفل الكريم الأخ عبد الهادي الهاجري، وأبارك لكم في جميعا في هذا العرس الطيب، وإن شاء الله يكونوا طيبين وفرحين دائما ودامت الله الأبرار عليهم. الله يبارك لهم ويوفقهم ويبارك لأخونا مبارك بزواج ولده. بارك اخوي عبد الهادي حفل زواجه، والله يبارك له ويرزقه الذريه الصالحه. ونرحب بالحضور اللي من قطر واللي من خارج قطر، ومرحبا ومسهلا. الله يبارك لهم إن شاء الله في زواجهم، ونقول للشباب إنهم يندفعون للزواج علشان يكملون نص دينهم الثاني. والحمد لله إحنا جينا من السعودية إن شاء الله هنية، جينا صاحبنا ذا نبارك له ونحضر زواجه، ونشكركم على المقابلة. طول الله عمرك. الله نبارك لولدنا الزواج، والله يوفقه ذرية الصالحة، ونحث الشباب على الزواج المبكر، والله يوفق الجميع. اللهم لك الحمد، أنا أهني ولدنا على الزواج ونتمنى له حياة سعيدة، والله يرزقهم ذرية صالحة ويجمع بينهم في خير. وأنصح الشباب يكملون دينهم والأمور ميسرة، والدولة جزاهم الله خير على القاعات وعلى التسهيلات اللي عملوها. نوصي الشباب يكملون دينهم وأمورهم إن شاء الله بسيطة وطيبة. وأشكر من حضر على دعوتنا وشرفنا وما قصروا وجزاهم الله خير، واللي ما حضر نعذره بظروفه، والله يوفقهم كلهم جميعا. أشكر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على إتاحة الفرصة للشباب وتسهيل الزواج، وأشكر قناة الريان على حضورهم، وأشكر الحضور جميعا، وبيض الله وجهكم على السعي وعلى الاجتهاد.
أول شيء نبارك للمعرس ونشكر الحضور الكريم من قريب ومن بعيد، ونشكر قناة الريان على تواجدها دائما في الساحة. أول حاجة الله يهنيه إن شاء الله ويرزقه الذرية الصالحة ومبارك. الحاجة الثانية نقول لكم مرحبا ومسهلا بالجميع، والله لا يهينكم يا قناة الريان، يرحم والديكم على الحضور الطيب، مرحبا بكم ومسهلا. أهني أخي حمد مبارك وأشكر الجميع على الحضور، وأشكركم يا قناة الريان وجزاكم الله خير. أولا أرحب بقناة الريان وطغمها ومرحبا والسلام اللي شرفنا، والله إن شاء الله يبارك لكم مبارك جعلها في تصيب ونصيب. أول حاجة هني المعرس، والله يوفقه ويبني بيته إن شاء الله، وأرحب بجميع الحضور اللي حضر من دولتنا ولا من جميع دول مجلس التعاون، وأرحب بكم قناة الريان شرفتوا حفلنا، ومرحبا ومسهلا بالجميع، وأشكر الدولة على دعمها اللي مش قريب ومن قبل كم سنة بخصوص القاعات منتشرة في جميع أنحاء الدولة، قاعة الرفاع، قاعة الواكرة، ومبلغ بسيط وما تكلف على الشعب القطري جدا، والله يعطيكم العافية ويرحم والديكم.